صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بهذه الصيغة والقرآن العظيم لأنه صفة من صفات الله؟ من كلام الله، القرآن من كلام الله وكلام الله من صفاته، فيجوز الحلف بالقرآن أو بصورة منه أو بآية منه لا بأس، لأنه من كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه. نعم.